بعد الحرب العالمية الثانية كتب تشرشل في مذكراته: الشيء الوحيد الذي كان يخيفني على الإطلاق خلال الحرب هو خطر غواصات يولا المانية. كانت غواصات ذئاب الأطلسي الألمانية تقض مضاجع الحلفاء، أغرقت أكثر من 5000 سفينة تجارية وحربية، حاصرت بريطانيا وهاجمت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وكانت الطائرات الألمانية تقصف لندن يومياً دون أن يستطيع أحد التنبؤ بحركة القاذفات أو الغواصات المستذئبة التي تفترس سفن الحلفاء. كل ذلك كان يتكئ على شيفرات الألمان المتطورة العصية على الاختراق بفضل آلة التشفير إنجما التي مثلت التفوق التقني الاستخباري للألمان. نهاية الحرب العالمية الأولى طور المخترع الألماني آرثر شيربيوس كود إنجما، واستخدم لحماية الاتصالات التجارية والدبلوماسية. استند كود الآلة الكهروميكانيكية الدوارة إلى سلسلة من عجلات شيفرة الدوارة ومفاتيح لوحة التوصيل، حيث تشفر الرسائل باستخدام إنجما التي تحتوي لوحة مفاتيحها على 29 حرفاً للأبجدية الألمانية. لقيت الآلة شهرة واسعة فعدلت لتناسب الاستخدام العسكري، واعتمدها سلاح البحرية الألماني عام 1926. استطاع البولنديون كسر رموز إنجما في وقت مبكر من عام 1932، وقبيل احتلال بولندا من قبل الألمان شارك البولنديون نتائجهم مع البريطانيين عام 1939، فأنشأ البريطانيون قسم أبحاث إنجما ضم بين أعضائه عالم رياضيات لامع هو آلان تورينغ. عام 39 تفرغ تورينغ لفك اللغز الألماني المتحول، فقد كان الألمان يغيرون نظام التشفير يومياً خلال الحرب، ما جعل مهمة فهم الكود أكثر صعوبة رغم الاختراق البولندي. اخترع تورينغ وزميله جوردن ويلشمان آلة معقدة سمياها القنبلة، قلصت احتمالات عمل مفككات الشيفرات بشكل كبير. كانت القنبلة عبارة عن آلة كهروميكانيكية يمكنها التحقق بسرعة من التوليفات الممكنة من عجلات الكود ومفاتيح اللوح لفك تشفير الرسائل. وبالفعل تم كسر رسائل إنجما الأولى في زمن الحرب في يناير عام 1940. واعتباراً من منتصف عام 1940 كانت إشارات القوات الجوية الألمانية ورسائل ذئاب الأطلسي القادمة من أعماق المحيط تقرأ لدى الحلفاء، وكانت المعلومات الاستخبارية المكتسبة مهمة ومؤثرة بشكل جوهري على سير العمليات العسكرية. فقد باتت لندن تعلم مسبقاً مواعيد حركة الطيران النازي واتجاهاته وأهدافه، ورصدت بمساعدة الأمريكيين مواقع ذئاب الأطلسي، فتجنبت إغراق سفن الإمداد ثم تفرغت مع الأمريكيين لاصطياد قطعان الغواصات في المحيط. كسر اختراع آلان تورينغ شيفرة إنجما الألمانية وعجل بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وخفف بلا شك مخاوف أسد بريطانيا العجوز.